وبهذه المناسبة ينضم إلينا عبر الهاتف الوزير المفوض الدكتور محمد بن علي البلوشي القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان لدى مملكة البحرين. بعد التحية دكتور، أولا نبارك لكم طبعا احتفالات السلطنة بيومها الوطني 51، هل من كلمة تود أن توجهها بهذه المناسبة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير طال عمرك، وكل عام وانت بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. هذا الاحتفال 18 من نوفمبر المجيد مناسبة غالية وعزيزة على قلب كل عماني. هذا يوم فجر النهضة للسلطان الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه، وثامن عشر هو أيضا يوم متجدد بعهد النهضة المتجددة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. يدعونا هذا اليوم للفخر به والاعتزاز به لما تحقق على أرض السلطنة الطيبة من منجزات وتقدم وازدهار في جميع المجالات حقيقة، يعني كل ما يصبو إليه المواطن العماني من معزة وازدهار وأمن ورخاء ورفاء. السلطنة حقيقة خطت خطوات ومراحل كبيرة في التطور والعمل التنموي من خلال إطلاق المبادرات والخطط الاستثمارية التي ساهمت في تنمية البلد في مختلف القطاعات، لعل أهمها والجدير بالذكر الإشادة به هو القطاع الاقتصادي والاستثماري وكذلك السياحي، والسير بثبات نحو رؤية عمان 40-30. حقيقة أيضا يجب لنا في هذا المقام الإشادة بالعلاقة العمانية البحرينية، هذه العلاقة الاستثنائية الأخوية والتاريخية اللي تربط فيها قواسم كثيرة وخصوصية اجتماعية متميزة بين الشعبين الشقيقين. هذه العلاقة تحظى بالرعاية السامية وخاصة من مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه. بهذا بالإضافة إلى أن هناك زيارات مستمرة على مستويات عالية من كبار المسؤولين، آخرها كانت زيارة وفد غرفة التجارة وصناعة عمان وكذلك وزير التجارة قبل، وفي أغسطس الماضي أيضا عقدت اللجنة العمانية البحرينية المشتركة دورتها السابعة برئاسة معالي وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين. هذه اللجنة حقيقة يجب أن نشير إليها لأنها لجنة تعني بالنظر في جميع المواضيع والمجالات التعاون بين البلدين وبما تحقق طموحات شعبين البلدين، وهناك نتاج لهذه اللجنة لعل أهمها ممكن الإشادة لها هي مذكرات التفاهم اللي تم التوقيع بها في بين البلدين. وهناك إن شاء الله بنهاية هذا العام ربما الشركة العمانية البحرينية بإذن الله ستر النور قريبا إن شاء الله تعالى. نعم، لا شك العلاقات بين سلطنة عمان والبحرين يعني نموذج متميز لعلاقات الأخوة بين البلدين، والجميع يتطلع الحقيقة للمزيد من فرص التعاون والتكامل. نجدد لكم التهنئة، شكرا لك الوزير المفوض الدكتور محمد بن علي البلوشي القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان لدى مملكة البحرين، شكرا جزيلا لك.